اللهم صل وسلم وبارك على حضرة النبي النور، كوكبة من حملة القرآن وحافظيه، جاء مشاركين في ليلة تكريم شيخنا وتاج رؤوسنا فضيلة الشيخ محمد حسين العربي. شرفنا فضيلة الشيخ حامد سفود القطعاني، عرفه من عرفه. نستمع الآن إلى كبيرنا وشيخنا فضيلة الشيخ صلاح درز، كما نرحب برابطة فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي المهندس وائل خليفة، فمرحبا به وبمن معه. نشكر كل من جاء من محافظة الغربية ومحافظة أسيوط فضيلة الشيخ عطية السلامي، فمرحبا به وبمن معه. أيها الإخوة الكرام، لموت قبيلة أيسر عند الله من موت عالم. قيل: وما العالم يا رسول الله؟ قال: الذي إذا احتيج إليه نفع، وإذا استغني عنه أغنى نفسه. ما الفضل إلا لأهل العلم أنهم على الهدى لمن استهدى أدلاه، وقدر كل امرئ ما كان يتقنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فاصفر بعلم تعيش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. كما شرفنا من أبنائنا ما هو إلا امتدادا لأبيه، وما التلميذ إلا امتدادا لشيخه. كالبحر يمطره السحاب، ولا له فضل عليه لأنه من مائه. فضيلة الشيخ الأزهري محمد محمود الخولي. أيها الإخوة الكرام، من محافظة الغربية شرفنا فضيلة الشيخ ضياء صلاح الدين الجبالي، هم أهل الواجب، وكذلك فضيلة الشيخ كرم رجم بديوي شبرا النملة مدينة طنطا محافظة الغربية. والآن مع كبيرنا وشيخنا فضيلة الشيخ صلاح دراز. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرور
متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. إن المتقين في جنات وعيون. ادخلوها بسلام آمنين. إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. خلاص لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني
إن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. صدق الله العظيم.